ووصلنا لختام صباحنا غير، وكنا أيضا بنحب نذكر بحلقة استثنائية من مدارس أبناء وبنات الشهداء، حاولنا نكون معهم بهذا اليوم ونضوي على مختلف جوانب الحياة اللي بيقضوها بهذا المكان، وأكيد للناحية الإشرافية دور وحصة مهمة. بسعدنا نرحب بالسيد مازن حميدي منصور، مدير الإشراف في مدارس أبناء الشهداء. يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكم في مدارس أبناء الشهداء. كل عام وانتم بألف خير. إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير. إن شاء الله على الجميع. خلينا هيك نحكي عن دوركم اليوم وإشرافكم، مهامكم، نضوي عليها بشكل أكثر. يعني في البداية نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، ونتمنى الجرحى الشفاء العاجل لهم والعودة الآمنة لمفقودينا. الحقيقة كادر الإشراف هو عصب مدارس أبناء وبنات الشهداء. هو الكادر المتواجد مع الطلاب بشكل دائم على مدار الساعة، عمله أشبه بخلية نحل على مدار الساعة. هو مسؤول عن الجانب التعليمي، الجانب التربوي، الجانب الصحي مع الطلاب بشكل دائم. علاقة الطالب بالمشرف هي علاقة قوية ومتميزة بحكم أنه متواجد معه بكافة مرافق حياته، بتفاصيل حياته الصغيرة. فهو الأب، هو الأم، هو الموجود بشكل دائم، هو بيت أسرار الطالب. عملنا نحن كناحية أولى هو تعزيز ثقة الطالب بنفسه، رفع مستوى الروح القيادية لديه من خلال يعني اعتماد الطالب على نفسه، وضعه تحت المسؤولية، تحمل المسؤولية، بالإضافة إلى المتابعة الدائمة والحسيسة بكافة الشؤون الحياتية واليومية. نعم، مثل ما ذكرت حضرتك الكادر الإشرافي مسؤوليات كثير كبيرة على عاتقكم. في عندنا مشرفين صباحيين ومشرفين مسائيين، وعم تتعاملوا مع أطفال وشباب وصبايا بأعمار حساسة وعندهم حالات نفسية إذا بنقول أو ظرف اجتماعي حساس. شو الشروط اليوم اللي بتتوافر بهذا المشرف لحتى يكون متواجد بمدارس أبناء وبنات الشهداء؟ شو الدورات أو شو التدريب اللي بيخضع له حتى يقدر يكون موجود بهي المهمة؟ كادر الإشراف عندنا كادر متخصص بكافة الاختصاصات التعليمية والتربوية، بالإضافة إلى الاختصاصات علم النفس وعلم الاجتماع. فالمشرف بده يكون على قدر عالي من الأهلية للتعامل مع الطالب بهذه المرحلة العمرية، وبالإضافة إلى الشهادة الجامعية والدورات اللي بيكون متبعة من خلال عمله بالمدارس عنا أو من خلال الخبرات السابقة اللي مشتغل فيها قبل مجيئه إلى المدارس عنا، بالإضافة إلى الخبرة المكتسبة من خلال العمل في المدارس، في مدارس أبناء وبنات الشهداء. تمام. اليوم ما هي المهام أكيد عم تواجهكم بعض الصعوبات وأكيد عم تقدروا تتجاوزوها، خلينا هيك نمرق ولو بشكل سريع، شو أهم الصعوبات اللي ممكن تمرق معكم ضمن الكادر؟ هلا الصعوبات نحن بنشوفها في بداية افتتاح المدارس، هو تأقلم الطلاب وخاصة للطالب اللي بيكون جديد عندنا بالمدارس، يعني مسجل جديد في المدارس، هو موضوع التأقلم مع نظام المدرسة ومع الزملاء. فنحن المدرسة عندنا هي جامعة لكافة الطلاب على مساحة وامتداد الوطن. فالطالب لما بيجي لعنا الفترة الأولى بيكون في شيء بده وقت حتى يدخل في جو المدرسة، هون بيطلع دور المشرف، بيكون دور المشرف بالإضافة إلى مساعدة الطلاب الموجودين، الطلاب القدامى، بنشوف العلاقة كثير فيها مودة بين الطلاب، هذا كثير بيساعدنا بحل المشاكل. باقي مشاكلنا مشاكلنا صغيرة بحكم الوقت الطويل اللي بيقضوه الطلاب مع بعض، فهن بيقضوا وقت اكثر من ما بيقضوا وقت مع اهلهم اللي طبعا موجود معهم بالمنازل، فبالتالي هذا كثير بيساعدنا في تخفيف وطأة المشاكل. نعم، علاقة إنسانية عم تنشأ اليوم بين هذا الطالب والمشرف بحكم السنوات، ويمكن شفنا كثير حالات تخرجوا من مدارس أبناء وبنات الشهداء ولكن بعد سنوات رجعوا وحبوا يزوروا اليوم المشرفين وحبوا يزوروا المدرسة. خلينا نحكي عن هاي الحالة الوجدانية والإنسانية والتعلق بالمكان يلي مثل ما ذكرنا بيعتبروه أكيد بيتهم الثاني. بشكل سنوي عندنا دفعات التخرج من البكالوريا على تواصل دائم، يعني أنا اليوم وأنا حالي حالة القسم كبير من المشرفين، نحن على تواصل مع طلابنا اللي تخرجوا من عندنا من المدارس، بشكل دائم بيرجعوا على المدرسة، بيسلموا على مشرفينهم، بيزوروهم، بيقدموهم، حتى بيتفقدوا أحوال الطلاب وبيتمنوا إنه يرجعوا لعنا مثل ما كانوا طلاب أيام زمان. بيحاولوا يقدموا مساعدات من خبرتهم الحياتية؟ إيه طبعاً،
وشفنا ما في حالات رجعوا كمشرفين؟ طبعا في حالات، في عندنا حالات طلاب تعلموا بالمدرسه ورجعوا مشرفين لعنا على المدرسه وما زالوا لحد اليوم عندنا بالمدرسه موجودين. نعم عددهم يعني فينا هيك يعني كعدد يعني هلا هنن اعدادهم قليله ما فيها ما يعني ما في اعداد كبيره، ولكن بشكل دائم تواجدهم موجود عندنا بالمدرسه، خاصه طلاب الجامعات اللي عم بيدرسوا بمدارس دمشق. بشكل اسبوعي في عندنا طلاب بيرجعوا لعنا وبيشوفوا وبيسلموا على اساتذتهم ومشرفينهم. يمكن هاي القصة كثير بتهون طريقة التعامل ضمن المدرسة وقت اللي بيكون طالب بيتخرج بكفي دراسته وبيرجع كمشرف، فهو ابن هذا الجامعة ابن هذه المدرسة، حيكون عنده اطلاع أكثر حتى بيعرف التعامل. تفاصيل التعامل مع الطالب، فهو كان طالب هون وبيعرف الصعوبات، بيعرف المشاكل اللي كان يعانيها هو كطالب، وبعد اللي رجع لعنا على المدرسة صار بيعرف وين وجع الطالب لما هو صار مشرف. نعم. قبل ما نختم مع حضرتك كلمة إذا بتحب توجهها اليوم بمناسبة هذا اليوم لكل الأبناء وبنات الشهداء أو لأي شخص. نحن مقبلين على مرحلة امتحانية لطلاب الشهادات، أولا نتمنى لهم النجاح والتوفيق بالامتحانات المقبلة، والشكر لكافة الكادر المرافق سواء كان كادر إشرافي أو كادر تدريسي وتعليمي للخدمات والمصاعب اللي بيواجهها في التعامل مع أبناء الشهداء. شكرا لكم أكيد ولكل الجهود اللي عم تبذلوها لإتمام العملية التربوية والإنسانية لليوم ضمن مدارس بنات وأبناء الشهداء. شكرا لك أستاذ ناصر. شكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية.